في مرض مهم جدا، ده سنه 9 سنين، ده بيجي بنزف متكرر من الأنف. في مرض تاني كل الناس عارفاه، كل الناس عارفاه، اسمه هيموفيليا. ده مرض وراثي. مش أنا قلت لكم في شلال، ده يشغل ده وده يشغل ده وده يشغل ده، ساعات نمرة 8 مش موجود، فنمرة 7 مش هيلاقي اللي يشغله، فنمرة 8 مش موجود، فالعين ينزف. بس شتان بينه، شتان بين طفل عنده هيموفيليا. الهيموفيليا اسمه داء الهيموفيليا، ومعروف الناس كلها عارفاه، كل الناس. والأطفال اللي عندهم هيموفيليا معهم كارنيه، بيروحوا مستشفى الأطفال إذا تقول لي طب افرض جاله زايدة، لا ده مسجل وبياخد مادة أثناء العملية عشان ما ينزفش. إذن في 2 بينزفوا، واحد اسمه هيموفيليا معروف، والتاني نقص صفائح. شتان بينه، شتان. تقول لي ياه طب انت بتقول قوي كده شتان ليه؟ اقول لك طبعا، الهيموفيليا لا يمكن ينزف الا بخبطه، خبطه. مثال، اتعورت حادثه عربيه، وقعت من على العجله، عشان كده الاطفال الهيموفيليا ممنوع يركبوا عجل، ممنوع يلعبوا كوره، ممنوع يلعب شطرنج، يلعب يقعد يتعلم على الكمبيوتر، انما ممنوع. لماذا؟ لانه تعور ممكن ينزف، ونزيف قاسي، تمام. فالهيموفيليا لازم بحاجه. اكثر حاجه خبطه تفتكروا ايه؟ اكثر خبطه في الدنيا تفتكروا ايه؟ مش هتصدقوا، المفصل اللي هو بيتحرك. الحركه دي تخليه ينزف جوه المفصل. ركبته لو قعد على ركبته او عمل اي حركه تلاقي ركبته تورمت ومليانه دم. يبقى النزيف في الهيموفيليا عايز خبطه، انما النزيف في الصفائح تلقائي، تلقائي. قاعد في وسط الولاد في المدرسه ومره واحده مناخيره تفتح دم، تلقائي مش بخبط. ده رقم 1. رقم 2 شديد بتاع الصفائح، نزيف شديد. انما بتاع الهيموفيليا النزيف معروف باستمراريته وليس قوته. تعال ناخد مثال عشان الكلام ده صعب. هنفترض هيموفيليا بيحلق وعور نفسه، النزيف مش عالي بس مستمر، كلينكسة ونشف لسه قاعد يخر، كلينكسة ونشف يخر، كلينكسة ونشف يخر. استمرارية النزيف ما يميز الهيموفيليا، واضح؟ لكن شدة النزيف ما يميز الصفائح. يبقى لو جالي طفل سهل جدا تشخيصه جدا، هل هو نزيف تلقائي من غير خبطة؟ يبقى صفائح. هل هو شديد؟ يبقى صفائح. التاني، هل هو بخبطة؟ يبقى هيموفيلي. هل هو مستمر أكتر من إنه شديد؟ يبقى هيموفيلي. عشان كده ده ولد صغير بنشوف النزيف التلقائي من الأنف معروف في الصفائح.